السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن ساعة الموت ليس لأحد أن يدفعها أو يؤخرها عن نفسه ليتوب عما أساء أو يحسن فيما ترك، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استعدوا لها ولا تنشغلوا بالدنيا عن العمل لها، ولا تطيلوا الأمل في الحياة، فالآجال مكتوبة ومعلومة، ولا يغرنكم طول الأمل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كأنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن ثقل ميزان العبد يوم القيامة إنما يكون بالأعمال الصالحة وتقوى الله، والعبرة بصلاح القلب واستقامة الجوارح، والعمل بطاعة الله والتماس أسباب رضاه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالميزان ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فوجب الإيمان والتصديق به، ولزوم الأعمال الصالحة، والمحافظة على الحسنات، وعدم التفريط بها. قال عليه السلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته دخل الجنة. ثم قرأ قول الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال حذيفة رضي الله عنه: أما أصحاب الأعراف فقوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلنحضر للموت في هذه الدنيا قبل أن نصير إلى دار نتمنى فيها الموت فلا نجده. فلنحضر للموت في هذه الدنيا قبل أن نصير إلى دار نتمنى فيها الموت فلا نجده. فمن عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الناس يطلبون الدنيا بينما الموت ساع خلفهم يوشك أن يقبض أرواحهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى أحدا يحمل جنازة يقول: امضي فإنا على الأثر. وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. وكان مأكحول إذا رأى جنازة يقول: اغدوا فإنا رائحون. موعظة بليغة وغفلة شنيعة، يذهب الأول والآخر لا يعتبر. وكان الربيع
يعتبر الموت خير رفيق، فيقول: ما غائب ينتظره المؤمن خيرا له من الموت. وقد حفر قبرا في داره ينام فيه كل يوم ليذكر الموتى، وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. وكان محمد بن واسع إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرحل في كل يوم إلى الآخرة. وكان ثابت البناني يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا باكيا. وكانت وصية الصالحين للمؤمنين: توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم، كونوا كأنكم لا حاجة لكم إلى الدنيا ولا بد لكم من الآخرة. وكان عون بن عبد الله يقول: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وقيل لمكحول: يا أبا عبد الله، أتحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة؟ قال: فأحب الموت، فأحب الموت، فإنك لن ترى الجنة حتى تموت. وقال رجاء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح. وقال بشر بن الحارث: إذا ذكر الموت، إذا ذكرت الموت ذهب عنك صفو الدنيا وشهواتها. وقال إبراهيم التيمي: شيئان يقطعان لدة الدنيا، شيئان يقطعان لدة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله. وقال كعب الأحبار: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها وهمومها. وكان عبد الله بن عمر دائما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لمماتك. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بل عابر سبيل، بل عابر سبيل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين.